تخيلوا هذه النكشة الهاوند ستوث، واحدة من البنات أتذكر كانت تقول لي نكشة الماركة. قعدت ساعة معاها حاول أعرف إيش نكشة الماركة، شو نكشة الماركة، نكشة الماركة، طب وش نكشة الماركة؟ وآخر شيء طلعت هذه الهاوند ستوث، اسمها هاوند ستوث مو نكشة ماركة. ماركة جاب بالي جوتشي فندي ما أعرف يعني. أهلين بنات، كيفكم؟ معكم كان عبد الله، مدونة مختصة بالفاشن والموضة والأزياء، وهذا أول فيديو بعد ما رجعت لمكتبي. الحمد لله مرة صدق مرة مستانسة. فيديو اليوم مرة حلو، إن شاء الله راح يعجبكم. شوي تريكي وغريب بس إن شاء الله راح يعجبكم. فكرت أسوي زي السلسلة تكون عن الستايلينج، تكنيكات الستايلينج، أفكار غريبة، خدع، أشياء، تكون كلها في سلسلة وتكون زي البلاي ليست. قد سويت أنا من قبل فيديو، فإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله راح أعتمد هذا الشيء، وراح يكون زي السلسلة وراح أرفق لكم إياه. راح تكون بلاي ليست، فكل الفيديوهات راح تكون تحت بعض. إذا أنتم زوار جدد للقناة لا تنسون تعملون سبسكرايب، ولا تنسون تفعلون زر التنبيه علشان يوصلكم أي فيديو جديد أنا أنزله. خلونا نبدأ الفيديو. فيديو اليوم راح يكون عن تكنيك مرة حلو، نادر، ما هو كثير يعني نشوفه، لكنه مرة حلو، مرة أنيق، مرتب، اللي هو تكنيك ميكسينج برينتس أو باترنز. الفكرة منه هو دمج النقوش زي ما أنتم شايفين، أو التشجيرات، أو الرسومات، أو الخطوط. تشوفون قد إيش القطع مرة زحمة، كلها نقشات وأشياء كذا. أنا هذا مو ستايلي، أنا دائما ستايلي في التنسيق قطع تكون سادات، مو كثير إني أحب العجقة على قولتهم والنقشات والخطوط وهذه الأشياء، لكن النقوش والخطوط مرة تساعد في التنسيق لأنها تخلي تنسيقك مرة غريب ومميز. طبعاً بما أننا نتكلم عن البرنتس أو الباترنز، الباترنز أغلبها لها أسماء، أو النقوش لها أسماء بالإنجليزي، فمرة أعتذر منكم يعني أنه راح أتكلم بيكون في كلمات كثير إنجليزية، بس لأنه أغلب المصطلحات الفاشن ديكشنري الفاشن ما هو معرب، ما في لا مصطلحات مرادفة في العربي، فللأسف أغلب الناس اللي متخصصين في الفاشن يحكون إنجليزي، فلهذا السبب. فبليز بليز بليز خلوكم صبورين معانا، وإن شاء الله إذا أنتم حابين يعني ممكن أعمل فيديو عن أسماء النقشات. أنا أحس إنه فيديو جدا مفيد، راح يخدم كثير بنات، لأنك أنت مثلا ممكن تشترين نقشة، مثلا خلنا نقول مثلا هذه النقشة، انت ممكن تشترين هذه النقشة وما تعرفين كيف تنسقينها، فكيف راح تعملين سيرش عن هذه النقشة وتشوفين الهام ولوكات لها؟ لازم تعرفين اسمها. باي ذا واي، السيرش جدا مهم في الفاشن، مره يفيد كثير، خصوصا اذا انت تبغين تعرفين اسم قطعه، اسم نقشه، تاريخ شيء معين، متى طلع، في اي سنه، من لبس الشيء الفلاني، من لبس الشيء الفلاني. فالبحث عامل وعنصر جدا مهم في الفاشن، واذا انت عرفتي كيف تبحثين بطريقه صحيحه انت يعني جود تو جو. خلاص اعمل لكم فيديو خاص بالاسماء النقشات والباترنز، يصير لها فيديو كامل خاص، بحيث انك خلاص مجرد تعرفين ايش النقشه وخلاص، يعني مثلا اذا اشتريتي هذه النقشه ومجرد تروحين تسوين عنها سيرش على طول تقدرين تلقين الهام وتشوفين ناس منسقينها، او اذا انت حابه مثلا قطعه معينه بهذه النقشه من هذا الموقع على طول تسوين سيرش في خانه السيرش، وما داعي تقدرين تدخلين كل الموقع وتشوفين كل الملابس علشان تطلعين بقطعه واحده. اول نصيحه لما نعمل دمج انه ننتبه للاحجام انها تكون متناسبه، وكمان ممكن نلعب بالفكرة انه احجام، ممكن النقشة تكون نفسها بس الاحجام مختلفة، وممكن يكون قطعة احجامها كبيرة وقطعة احجامها صغيرة وندمجهم سوا، فلازم ننتبه للاحجام، الاحجام شيء اساسي لما ندمج نقوش. ثاني نصيحة اللي هي التناقض بين القطعتين اللي انتم دامجينهم مع بعض. فمثلا يعني مثلا لما تدمجين قطعة تكون نقشتها كلاسيكية، تدمجين معاها قطعة تكون نقشتها فاشن ومودرن، فيكون في بينهم زي الكلاش او التناقض، مرة حلو. زي لما تدمجين نقشة هادية مع نقشة مرة صارخة وصرعة، يكون في بينهم كمان تناقض،
مرة بيطلع اللوك مرة غريب. بحط لكم صور عشان تفهمون الفكرة لما يصير في أشياء بينها تناقض وما هي متجانسة مع بعض فيطلع المكس مرة غريب وعجيب. يعني بنات انتبهوا لما تعملون دمج لأي قرعتين مع بعض انتوا شوفوا شكلكم في المراية، لأنه هو بالنهاية يعتمد على ذوقكم انتم واختياركم انتم. اذا حسيتوا انه في حوسه كثير خلاص كنسلوا الموضوع، بس اذا حسيتوا انه اللوك متناسق بطريقه غريبه معناته انه انتم اوكي. ثالث نصيحه اللي هي الالوان، لازم ننتبه للالوان لما تدمجين قطعتين مع بعض تكون نقوشهم مختلفه. تنتبهين للالوان، انه القطعه الاولى مثلا الالوان اللي فيها سماوي اصفر بينك تكون القطعه الثانيه فيها لون من الالوان او كل الالوان او درجات الالوان او الوان مختلفه ثانيه بس انها تكون نفس النقشه. عرفتوا؟ يعني مثلا نقط مع منقط هذا لونه اسود وابيض مثلا، هذا لونه بينك وسماوي. عرفتوا؟ عادي يصير اوكي لانهم نفس النقشه، بس لما تكون النقشه مختلفه لازم يكون في تناسق بينهم من ناحيه الالوان، انه الالوان تكون نفسها او بدرجاتها. النصيحه الرابعه انك تدمجين نقوش متماثله، زي ما قلت لكم قبل شوي انه تدمجين منقط مع منقط، تدمجين مثلا مخطط مع مخطط، مره فكره حلوه هذه. بس تكون مثلا الاختلاف بينهم مثلا بالحجم، مثلا يكون مخطط صغير مخطط كبير مثلا، او مثلا يكون الاختلاف في الالوان منقط مع منقط بس هذا منقط الوان مختلفه عن المنقط الثاني، فيطلع الدمج بينهم مره حلو لانهم نفس النقشه. ممكن كمان تدمجين مثلا كرهات، كرهات مع كرهات، ممكن تدمجين نفس اللون من الكرهات ألوان مختلفة من الكرهات. النصيحة الخامسة نقشة الورد، نقشة الورد جدا صعبة، أي قطعة موردة أنا بالنسبة لي مرة أنهار لما أنسقها، خصوصا أنه إحنا ننسقها مو مع لون سادة، إحنا ننسقها مع قطعة ثانية تكون كمان نقشة ورد. عرفتوا؟ لما تدمجين الورد مع الورد لازم تنتبهين انه تكون نفس الطبعة او الوردة الورود تكون كلهم مثلا اذا هم صغار يكونون كلهم صغار، اذا هم كبار يكونون كلهم كبار. كمان ننتبه للالوان، انه الوان القطعة الاولى الموردة تكون مشابهة للقطعة الثانية، يعني مثلا عندك سماوي وبينك زي ما قلنا قبل واصفر مثلا، يكون القطعة الثانية مثلا فيها اصفر، مو بالضروره كل الالوان، مثلا يكون فيها اصفر بس، او مثلا يكون فيها سماوي بس، او مثلا يكون فيها درجه ثانيه من السماوي مثلا يكون فيها ازرق مثلا. اهم شيء تكون الالوان متناسقه مع بعض. النقطه السادسه النقوش الحيوانيه، ايش نقصد بالنقوش الحيوانيه؟ اللي هي نقشه النمر، نقشه الزيبرا اللي هو الحمار الوحشي، نقشه البقر، يعني هذه النقوش هي النقوش الحيوانيه صديقه الدمج، لانها مره تندمج مع كل شيء تقريبا، تقدرين تدمجينها مع كل شيء، بس زي ما قلنا تنتبهين للاحجام ان الاحجام تكون متناسبه مع بعض. انا بالنسبه لي جتني فتره كنت مره احب نقشه الليبرد، نقشه النمر والفهد، جتني فتره مره احبهم، لكن انا نظامي لما احب شيء وادمنه بعد فتره اكرهه. طبعا هذا قبل من زمان، يعني يمكن 2010 كذا كنت مره اعشقهم، وكنت يعني عندي شوزات ليبرد، عندي شنط ليبرد، عندي تنانير ليبرد، يعني كنت مره مره مهووسه. الحين لما جاء الترند اللي هو السنه الماضيه تقريبا ما عاد اشتريت ليبرد، دولابي كله فضيته من الليبرد، صرت اكرهه. بس هو حلو مره حلو للدمج، بس تشوفون ما عندي ولا شيء ليبرد لاني ما حصلت في دولابي صراحه. النقطه السابعه المونوكروم، المونوكروم اللي هو الالوان الاساسيه الاسود وابيض، لما تكون عندك قطعه فيها اسود وابيض تقدرين تدمجينها مع اي قطعه ثانيه فيها اسود وابيض، مثلا مخطط اسود وابيض تقدرين تدمجينها مع قطعه ثانيه منقط اسود وابيض، كروهات اسود وابيض مع مخطط اسود وابيض. فهمتوا الفكره؟ انهم يندمجون مع بعض بطريقه مره حلوه وكلاسيكيه، يعني لانه الالوان اسود وابيض مره كلاسيك، ما راح يعني تتعبين فيها بالتنسيق. النصيحة الثانية اللي هي دمج الخطوط، مثلا خطوط طولية، خطوط عرضية، بنطلون كراهات بالعرض تدمجينه مع توب مخطط بالطول، يعني مثلا أشياء زي كذا. عرفتوا؟ بالنسبة لدمج الخطوط لازم تنتبهين إنه ما يكون مؤذي للعين، يعني لما توقفين قدام المراية هل تحسين انك بتدوخين وانت شايفة نفسك؟ هل تحسين انه مزعج للعين وانت قاعدة تشوفين الخطوط، كمية الخطوط يعني في اللوك، او تحسينها
منسقة بطريقة إليجنت بطريقة مرتبة. فعلى حسب طريقة اللوك وكيف إنك تشوفينه في عينك اعتمدي. طبعا أنا فاهمة موضوع إنه التكنيك هذا جدا صعب اللي هو الدمج هذا ومو أي أحد ممكن يعني يتقبله ويفهمه ويطبقه بطريقة ذكية. بس قلت بقول لكم إنه فكرة حلوة ممكن حنا نبدع ونطلع عن الأشياء المعهودة والمألوفة. طبعا بالنهاية أنت البسي اللي يعجبك، يعني حتى لو لبستي شيء الناس ما عجبوه ما عليكم منهم، أهم شيء أنتم عجبكم خلاص. أنا بالنسبة لي أهم شيء الواحد يكون عنده ثقة بنفسه وثقة بطريقة أسلوب حياته. وبالنهاية يعني كل شخص له ذوقة، يعني فأنت ممكن شيء يعجبك ما يعجب الناس الثانية. يعني أنا زي ما قلت لكم أنا مو كثير أحب النقوش، يعني يمكن هذه الأشياء اللي لقيتها منقشة في دولابي، الباقي كلها ألوان سادة، لأني أنا شخصية أحب الألوان السادة، أحب أدمج ألوان سادة أكثر مع بعض. ولكن يعني ما يضر أنه يكون في دولابي أشياء مخططة منقطة، لأني أنا أحب مخطط ومنقط كرهات. بس المورد يمكن نادر عندي مورد، قليل جدا جدا جدا، حتى عجزت أنسقه يعني لأنه مو متناسب مع بعض، لأن ما عندي كمية كبيرة من النقوش الموردة. فهذه الفكرة من الموضوع. أتمنى يكون عجبكم الفيديو. إذا حسيت الفيديو ممكن يفيد أي أحد لا تنسون تشاركونهم ولا تنسون تعملون لايك للفيديو، وإن شاء الله أشوفكم فيديوهات تانية. باي.